هنا محاولة من القحطاني، برافو يا ياسر، محاولة ممتازة، يو كرة سعد الحرثي، إنما هو جاهل في عالم كرة القدم. ضربة حرة مباشرة منتخب الإندونيسي على طول تشات، يا لا 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 يا سليم، ما راح تمر ضربة زاوية منتخب الإندونيسي، تتهيا على طول عرضية والمسلم، دفع المنتخب السعودي، ضربة زاوية موجودة على طول تلعب عرضية المنتخب على الوجه السليم، تروح الكرة لصالح عبد الرحمن القحطاني من اليسار، معك مالك، معك مالك، العبها المالك، يا اخي العبها المالك، الكرة اللي خارج ارض الملعب وضربة مرمى.